راح من عمري وأنا ودي أتوب، ولولا الهوى والنفس كان أمس تايب. 20 عام أمني النفس بالتوبة، لكن اكتشفت مع الوقت أني شايب. لا يزال العبد غارقا في شهواته وملذاته، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم حتى يفجعه ملك الموت ويقبض هذه الروح، فيندم على عمره على الذي مضى وعلى معصية الله تعالى، ويتمنى العودة والرجوع إلى الدنيا من جديد، فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن يأتي الخطاب عكس ما يتمنى، فيقول الله جل وعلاه: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون. فالبدار البدار بالتوبة، وإياك الكسل والتسويف. فكم من مقابر قتيل، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أترك الحرام، سوف أستقيم إلى طاعة الله عز وجل، سوف أرد المظالم، سوف أتحلل من كل من ظلمته. فإن سوف سيف يقطع المرء عن استغلال لأنفاسه في طاعة الله. فمن لم يتب هنا سوف يتحسر هناك. أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالبدار البدار، والله هناك لا ينفعك الحسرات ولا الآهات. قضي الأمر والدال على الخير كفاعله.